طيب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حسبك إلى هنا. اقرأ من قول الله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. لنجد ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب حسبك إلى هنا. اقرأ من قول الله تعالى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أفتح آيات. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. طيب اقرأ سورة البينة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم الشر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم أحسنت يا شيخنا جزاك الله خيرا. سدسي لسيس الله يسلمك شكرا لك. أنت تتكلم العربية؟ قليلها. جزاك الله خيرا. أسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.